الزيارات المتكررة لدار المسنين. اليوم تشرفت دارنا بزيارة أحد الكليات التخصصية للقيام باحتفالية بمناسبة عيد الأم وعيد المرأة. احنا دائما نستقبل، يعني هذه مو أول زيارة، على مدار الأسبوع نستقبل الكليات والمؤسسات الحكومية للزيارات، منظمات المجتمع المدني المسجلة في رأس الوزراء. التعاون، باب التعاون مفتوح ما بين الدار وما بين الخارج، لأنه احنا هدفنا إدامة الصلة ما بين المجتمع الداخلي والمجتمع الخارجي حتى تبقى جسور التواصل مبنية وممدودة ما بين المسلم وما بين المجتمع الخارجي. الخدمات حضرتك انت جولت براحتك، يعني حد ما رافقك اي مسؤول من عندنا ولا عامل، وشفت اطلعت على الحال كلها. احنا انا من هاي الفرصه استغل هاي الفرصه انه انا اثمن جهود عاملين بالدار، عاملين الموظفين كادر خدمي بالاخص على الخدمات اللي يقدمونها للمسلمين. استاذ المتصل، كم نزيل تقريبا حاليا؟ حاليا عندنا 35 نزيل، 19 رجال و16 نساء. دار كافيه الاستيعاب مثلا بعد اعداد، يعني الطاقه الاستيعابيه مالت الدار 55 نزيل. اذا استاذ المتصل ما شغلك اكثر، اكيد عندك التزامات. شكرا جزيلا، ويا رب يوفقكم ان شاء الله لخدمه الغير. واحنا نشكر من البربل لانه قناتكم في الحقيقه ان شاء الله. الله ربي يكرمك. شلون صحه؟ مستمتع بحبه؟ ايه تذكرها؟ حلوه ايه. شو صارك مسامحه؟ اغاني قديمه حلوه. ايه جايك ابو. حلوه اغاني قديمه حلوه. حلوه؟ اليوم شلون شفت الاجواء؟ عبد الوهاب عفريت. ايه شلون شفت الاجواء اليوم؟ حلوه حلوه. مناسبة حلوه؟ حلوه. ايه عقيدة. ها؟ كرثوم؟ هاي مكرثوم. ايه شنو بعد حافظ مكرثوم غير حبه؟ سامع لها؟ استاذ. ها؟ هواش الله. لسه فاكر؟ ها؟ ايه انا بانتظارك. يلا شوفكم بخير. شمس طالبة الصيدلة مرحلة ثانية بكلية البصرة. اهلا وسهلا بك يا شمس. شمس انت وجودك مهم بحياتكم شمس. اليوم تحدثين عن هذه الزيارة الإنسانية بطبعها، ومثل ما عرفت انه انتم كطلاب فكرتوا بالموضوع وجمعتوا مبلغ بيناتكم بمساعدة العمادة، والهدايا تقدم بهيك مناسبة جميلة. اي نعم، طبعا الهدف من الزيارة انه نعرف هاي الفئة المهمة بالمجتمع ونخلطهم بفئة الشباب اللي هي احنا، وطبعا ما ننسى الجهد اللي بذلناه انا وزملائي بهاي المناسبة، وهمين نبين الجانب الانساني والاسلامي والاحترام لكبار السن والوالدين تحديدا. بصراحة كانت زينب هي اللي ايضا مساهمة بشكل ايجابي. طالبة زينب من زميلتكم. اي زينب طبعا ما هي بذلت اكثر جهد هنا بيناتنا، وطبعا نوجه لها كلمة شكر كلش كبيرة. شوف هذه الأجواء، تتمنى الزيارات تكون متكررة؟ أهلا وسهلا بكم إن شاء الله. تتمنى الأجواء تكون دائما مستمرة؟ نعم 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 نتمنى، يعني شو أهم بورد التوحى. أهلا وسهلا بكم. إيش قصة لك بالدار؟ ما انتشر تقريبا. ما انتشر؟ نعم. ما صار لك سنة؟ لا ما صار. أبو من؟ ما مزوج مطلق. أبو سيف يصرحون نضال اسمي نضال حميد. نضال أبو سيف. أهلا وسهلا بك نضال. شو كان عملك قبل؟ شو تشتغل؟ بالحديث صل موظف قبل. أيوه طالع تقاعد. أيوه بالأفان الشغل. نعم يلا نشوفك بخير. الله يحفظك طول عمرك. منتظر محمد.
يا مرحلة؟ مرحلة ثانية. مرحلة ثانية؟ نعم، قسم الصيدلة إن شاء الله. صيدلة. ربي. بداية دخولك إلى كلية الصيدلة يعني رغبة إن شاء الله؟ طبعاً رغبة من زمان كان بالنا حلم، بعدين الحلم تحول إلى هدف، الحمد لله والشكر حققناه. احكينا عن هذه المبادرة اللي هي إنسانية بطبعها. المبادرة بدأت مجموعة من الطلبة زملائنا. كانت بدايتها مجرد فكرة عادية وتطورت الحمد لله والشكر مثل حضوركم شرفتونا. الله يسلمك. بدأ شوية شوية ساعدونا القسم العمادة ومدير القسم ولا آخر من الناس الخيرة من خيرهم عليكم والحمد لله والشكر. يعني مساعدة. دعم بيناتكم راح دعم احنا بيناتنا الطلبة جمعنا في مبلغ رمزي بالإضافة إنه رحنا السيد العميد المحترم قلنا أنا محتاجين لك وما قصر والحمد لله والشكر مش محلات الصدف صادف عيد الأم. هاي الإنسان إيش ما نحكي قليل بحقه ابتداء أنه مذكورة بالقرآن وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه الجنة تحت أقدام الأمهات والشاعر يقول لك دير بالك على أمك يلبعث ويا مو على الظهر على الرأس خليه دنيا بلاي أم ما تسوى بيها عيش شلي بهج الدنيا وأم ما بيها ومذكورة هاي الإنسانة إيش ما نسوي لها قليل بحقها. استنى بهذا اليوم انه اكون جزء من مبادرة انسانية مهمة تساهم بدافع معنوي كبير لفئة مهمة بالمجتمع ربما يكون البعض غافل عنها لكن هي اساس المجتمع. ابائنا وامهاتنا اللي جار عليهم الزمن وقست وياهم ظروف الحياة لكن بفضل الله تعالى اولا احنا اليوم هنا متواجدين حتى نزرع الامل والضحكة على هاي الوجوه الطيبة وان شاء الله نكون ساهمنا جزء ولو بسيط من هاي المبادرة. هاي الطبقة المجتمعية هاي الفئة من المجتمع يعني تعرضت لهواي أمور لربما عندها آثار نفسية سلبية فحيا المبادرة كلها على أساس إنه إزالة الآثار النفسية السلبية ولذلك يعني أنت تشوف أغلب الفقرات اللي اخترناها هي نفسية مثل فقرة الموسيقى فقرة الكلمة وهاي الهدايا المادية ليش لأن الأشياء النفسية يكون يعني الدعم النفسي يكون إلى أثر أعمق من الدعم المادي فهو أساس هذا. مبادرة قدمها طلبة قسم الصيدلي لزيارة دار المسلمين هذه الدار التي حظيت منذ صحيح. شكرا جزيلا أستاذ رياض على حضوركم إذاعة المربد وتغطيتكم بهذا النشاط الإنساني الحيوي. الأستاذ المساعد معكم الدكتور عامر العبادي مدير شعبة الإرشاد النسوي والتوجيه التربوي كلية البصر الجامعة للعلوم والتكنولوجيا العقيقة الأستاذ الدكتور محمد الرديني عميد الكلية أنابنا نيابة عنا لمساندة طلبتنا قدموا مبادرة لزيارة دار المسلمين وتقديم مجموعة من الفعاليات والنشاطات لدعم هذه الفئة والحقيقة كانت زيارة موفقة حظيت بالترحيب الكبير من إدارة الدار الأستاذ منتصر وجميع الموظفين والعاملين في هذه الدار ومن سكن الدار المسلمين. مستمرين معكم متابعي المرمد بهذه التغطية الخاصة إلى دار المسلمين بعد تقديم الهدايا إلى النزلاء بهذا المكان نلتقي باللي دائما أشوفه متواجد بكل محافل وخصوصا الإنسانية. مرحبا. أهلا وسهلا بك. شلون صحة؟ الحمد لله. تعرف أيضا؟ فاطمة محمد من البصرة. حياك الله. فاطمة كل محفل ثقافي فني يعني أشاهد فاطمة موجودة وخصوصا بالجانب الإنساني. اليوم توزيع هدايا إلى نزلاء دار المسنين. الكلام اللي تحبين توجهينه بهذه المناسبة وشنو الدافع اللي خليك تتواجدين بهكذا محافل؟ أول شيء دافع من إنه أنا أتواجد بكل يعني الدعم الإنساني إنه حب دعم الناس وبنفس الوقت شيء حلو إنه إحنا اليوم نتواجد داخل هيك مكان ونقدم الهدايا هو شيء بسيط بس إلى دافع معنوي كلش كبير. وهمين أشكر الطلاب على هاي المبادرة الحلوة هيك مبادرات كلش حلوة لأنه هم محتاجين دعم عاطفي تمام لأن تعرف بعد الوضع اللي هم فيه كل وقت مو بس بيوم العيد صوت زين ادري لا صوتك زين لا 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 صوتي مو زين إذن إن شاء الله أشوفك على خير. شكرا جزيلا بابا. شكرا لك سعيد بتواجدك. إذن متابعي المربد بعد تقديم هذه الوسطة الجميلة من الأطفال راح نسولف فيهم شوية. مرحبا. مرحبا. شلونكم؟ الحمد لله. شنو اسمك يا حلوة؟ حوراء. حوراء وانتي؟ ماما سمية. ملك لارا نتاج. من يا مدرسة؟ زهور الحياة. زهور الحياة. من اللي حفظكم هذه الأغنية؟ المديرة. المديرة. زياد تدربت عليها كم يوم؟ أربع أيام. أنت شلون سوي الحركة؟ شلون حركة؟ شلون حركة مالتها والله شلون؟ شمس وقمر وأحلى وليد وأجمى القدر وأحلى سنين بين البشر أجمل اثنين الوالدين الوالدين
صفقوا روحكم. الكاميرا باي باي.